الفنون القتالية التي أقيمت بساحة البلدية وعرفت تواجد جماهير غفيرة التي استحسنت هذه المبادرة التي تزامنت مع إحياء الذكرى 53 لعيدي الاستقلال والشباب، أين قام رئيس النادي بتكريم واحد من أقدم المجاهدين بالمنطقة. هذه التظاهرة عرفت مشاركة العديد من الأندية على خلال جمعية نجوم الجزائر لرياضة الكونغ فو بالكاريتوس ونادي أولمبي سيدي موسى للفيفينام فياد فوداو الذي برز اسمها بقوة في المدة الأخيرة في هذا الاختصاص. لتذكير فإن الجزائر ستكون على موعد لتنظيم البطولة العالمية للفيفينام فياد فوداو بقاعة حرشة نهاية الشهر الحالي. سجل منتخب ميكرونيزيا لكرة القدم رقما قياسيا سلبيا جديدا بهزيمته أمام فالواتا بنتيجة 46 دون مقابل.